ياماها تي ماكس دي اكس 2018. الفيديو ده هعمل لكم ريفيو كامل على سكوتر ياماها تي ماكس دي اكس 2018. اول ما نزل ياماها تي ماكس سمارت كي من 2015 كان ايهاب حبيب، هو برده طبعا اللي نزل السكوتر اللي قدامنا ده. طبعا سكوتر جميل جدا جدا، الشكل اللي انتم شايفينه قدامكم ده من 2017 لغايه 2019، ده اخر ياماها 530 سي سي. بعد كده من 2020 ياماها تي ماكس 560 سي سي. طيب السكوتر اللي قدامنا ده فيه منه 3 اديشنز، اول واحد ستاندرد اللي هو العادي، والاس اكس والدي اكس. والستاندرد ده بيطلق عليه احيانا اس برضه عشان الناس تبقى فاهمه كده، اس واس اكس ودي اكس. تمام، الفرق ما بينهم ايه بقى؟ اول حاجه الستاندرد ده سمارت كي بس، يعني ما فيهوش اي اوبشنز ثانيه. اما الاس اكس فيه طبعا برضه سمارت كي وفيه باور مود. تمام، يعني فيه اثنين مود، مود العادي والباور مود، هنشوفهم دلوقتي طبعا مع بعض. اما اخر حاجه اللي هي الدي اكس اللي قدامنا ده، في بقى زياده عن الحاجات اللي احنا قلناها، في كروز كنترول اللي هو مثبت سرعه، في تراكشن كنترول اللي هو مانع للانزلاق، ده غير ان هو كمان في ادجستبل سكرين، تقدر تحرك السكرين بتاعتك بالكهرباء تعليها او توطيها، واخر حاجه في دفايات في الايد وفي الكرسي طبعا عشان السقعه والكلام ده، وهنشوف كل الحاجه دلوقتي مع بعض. طب نبدا بقى مواصفات السكوتر ده مع بعض. اول حاجه السكوتر ده 530 سي سي بقوه 45.5 حصان، السكوتر 2 سلندر و4 صباب لكل سلندر، السكوتر انجكشن وتبريد ميه. سعه تانك السكوتر 17 لتر، الطول 220 سنتي، اما الارتفاع 147 سنتي، ارتفاع الكرسي 80 سنتي، وزن السكوتر بزيوت البنزين حوالي 213 كيلو جرام، مقاس العجله الاماميه 120 على 70 15، اما العجله الخلفيه 160 على 60 15. الفرام الاماميه دبل ديسك باربعه بيستم بقطر 267 ملم، طبعا الفرام الاي بي اس. اما الفرامل الخلفيه واحد ديسك واحد بيستم بقطر 282 ملم، واي بي اس برضو، هتلاقوا الاي بي اس هنا في السكوتر عشان بالمواصفات الاوروبيه كالعاده المفرر لنا ايهاب حبيب. السكوتر اثنين مساعد امامي مقلوبين ومساعد واحد خلفي في النص، هتلاقوه جوه البودي بتاع السكوتر. اقصى سرعه للسكوتر ده العداد بتاعه 180 كم بالساعه، وبيقفلها بسهوله، مش بصعوبه خالص، يقدر يوصل للرقم ده بسهوله جدا. ودي كانت المواصفات بتاعت السكوتر. نبدا بقى نشوف البودي بتاعه. دي كده الواجهه الاماميه للتي ماكس، طبعا دي الواجهه اللي بتميز جدا جدا التي ماكس، بتوريك قد ايه ان السكوتر ده فخم، حاجه اللي راكبه بيتباهى باللي هو راكبه. فالسكوتر هتلاقي هنا فيه زي انوار ال اي دي بجنبين كده، ده حاجه بتميز طبعا للتي ماكس جدا. هتلاقي الوش قدام الفانوس، كل فانوس منفصل عن الثاني، هتلاقي ان كل فانوس فيه نور واطي ونور عالي، في هتلاقي عدستين في النص ده النور الواطي، وعدستين من الجناب ده النور العالي. طبعا كل الانوار هنا ال اي دي في السكوتر كله ال اي دي. هنلاقي ان الاشارات بالجنب هتلاقوها تحت في الصدر، هنشوفها دلوقتي. طبعا الانوار هتلاقوها قويه جدا جدا، ده كده معمول على النور الواطي كده، النور العالي تمام، ده كده العالي. هتلاقي هنا طبعا في سكرين تقدر توطيها وتعليها، هنشوف دلوقتي، وهنعرف كمان شويه برده في العداد ازاي بنعمل الكلام ده كله. الموضوع سهل جدا. طبعا السكرين دي هتلاقوها دي الحاجه الوحيده اللي متعدله في السكوتر ده، دي مش السكرين الستوك اللي بتبقى نازله مع السكوتر، دي تعديل، غير كده كل السكوتر ستوك. هنلاقي المرايات بتاعتنا، المرايات بتتقفل بشكل جميل جدا، هتلاقي المرايه تمسكها كده وتطلعها على بره كده عشان تقدر تقفلها. نفس الكلام الثانيه، الاثنين بيبقوا مقفولين بالمنظر ده على بره مش على جوه، مش زي اغلب السكوترات او كل السكوترات ما بتبقاش بالمنظر الجميل ده، وتفتحها بشكل سهل جدا جدا. عندنا دي العجله بتاعت السكوتر، العجله اللي قدام، طبعا هتلاقوا دبل ديسك زي ما قلت، ديسك زي ده الناحيه الثانيه، فهتلاقي اربعه بيستم
كل بيستم اتنين بيستم في كل ناحيه. زي ما هتلاحظوا ان البيستم هنا باللون الذهبي هو والمساعد، ودي حاجه برده بتميز جدا السكوتر ياماها تي ماكس دي اكس. زي ما قلت الدي اكس فيه كام حاجه كده سبيشال تبقى في السكوتر ده. هتلاقي طبعا في عكس نور من كل ناحيه. هنلاقي دي الواجهه الخلفيه للسكوتر، هنلاقي الفانوس اللي ورا مقسوم برده اتنين زي ما انتم شايفين. السكوتر طبعا من ورا شكله رائع، شكله جميل جدا جدا ورياضي جدا. هتلاقي ان في ورا زي يدات الراكب اللي ورا يقدر يمسك فيها، طالعه بشكل جميل جدا. هتلاقوا الاشارات منفصله عن الفانوس الرئيسي، هتلاقوا الاشارات طالعه من الجناب هنا، طبعا برضو ال اي دي. طبعا كده الانتظار بتاعنا هو شغال زي ما انتم شايفين، النور بتاعه قوي جدا، يعني انا عيني وجعتني عشان قريب منه من كتر ما هو قوي. هتلاقي ان الديل قصير بس طبعا بيفي بالغرض ان هو يمنع الميه والتراب عن السكوتر. ده غير ان الديل نفسه هتلاقي فيه فتحات كتير، حاجات رياضيه عاملين شكله رياضي جدا. هتلاقي ان في هنا اللمبه طبعا اللي بتضرب على النمر بتاعتك، وهنا عاكس نور. بس دي الواجهه الخلفيه الجميله قوي. هلاقي العجله اللي تحت زي ما قلت مقاسها 160، عرضها 160، وانا شايف ان ده عرض مناسب قوي. وهنلاقي ان هنا في فرامل ديسك واحد ببستم واحد، طبعا البستم الواحد ده بيبقى اكبر من البستم اللي قدام، الاربعه بستم اللي قدام. وطبعا مش محتاج اتكلم عن الجاكمان اللي انتم شايفينه، طبعا ده هو واضح جدا من الواجهه الخلفيه مش مستخبي من كتر ما هو كبير وشيك جدا. هتلاقوا ان هو متكون من حوالي اربع اجزاء، حاطين عليه كذا كفر ان هو يحميه. عندنا ده الجدون بالزراير. الناحيه اليمين عندنا هنا طبعا الاون واوف بتاع اي سكوتر، تمام، الزرار الاحمر ده. هتلاقي هنا بتاع المود انك تقلب بس من المود السبورت والمود العادي. وهنا هنلاقي الانتظار، هنا هنلاقي المارش، بس المارش ده كمان زرار اون، يعني السكوتر كله مفيش حاجه هتشتغل فيه غير لما ندوس ضغطه هنا، تمام. هنشوف دلوقتي برده مع بعض. طيب هنلاقي هنا في زرارين في النص، الزوارين دول ده الزوار ده اللوك بتاع السكوتر، يعني انت لما خلاص تخلص السكوتر وتقف بتدوس عليه ضغطه بحيث ان هو بقى يقفل الجادون، يقفل حماله النص. عندنا حماله النص في السكوتر ده بتتقفل. عندنا هنا ده اللوك ده لو انت مش عايز تفتح كل انوار السكوتر، لا لو انت عايز بس تفتح الشنطه، تفتح تانك البنزين، فانت هتدوس ضغطه هنا واحده. عندنا هنا هنلاقي هنا فرامل اليد الهاند بريك، كده الهاند بريك معمول عشان طبعا لو هتركن على مطلعيه او منزليه الكلام ده. هنلاقي هنا ده الكروز كنترول مثبت السرعه، والزرارين دول تبع مثبت السرعه، يعني الاثنين دول الثلاث زراير دول كده مثبت سرعه، تمام. هنلاقي هنا الكلاكس، هنلاقي هنا الاشارات يمين وشمال، هنلاقي هنا النور كده النور الواطي، كده النور العالي، وكده بتباص طلعش نور بالسكوتر. هنلاقي هنا دول تقدر بس تحكم في العداد نفسه، وورا خالص في زرار واحد بتاع المنيو، زرار واحد بس بتضغط عليه لورا، تمام، ده اللي بيقلب لك في المنيو. طب نبدا بقى نشوف الحاجات دي كلها عملي كده مع بعض. ضغطه واحده هنا هتلاقي السكوتر اشتغل، طبعا هيشتغل عشان انا معايا المفتاح في جيبي، مفتاح السكوتر هتلاقوه سمارت كي زي ما قلت لكم، ما فيهوش اي سن، ما فيش حاجه تخش في اي حاجه، انت بس حطه في جيبك وقرب السكوتر مسافه حوالي 70 سنتي وخلاص كده يشتغل، لما تبعد عنه هيقفل لوحده. هنيجي من هنا نقدر نقفل السكوتر زي ما قلت لكم. عايزين بقى نفتح الشنطه والتانك البنزين بس من غير ما اولع العداد والكلام ده، مش هدوس هنا، هدوس هنا، تمام. كده سمعت الصوت ده، كده معناه ان الشنطه والتانك البنزين اقدر افتحهم، وهوريكم ازاي نفتحهم كمان شويه. زراير بعيده عندي خالص. وقبل ما نشرح العداد نفسه هنلاقي هنا في درج يعني انا شايفه كويس، مساحته كويسه، ياخد موبايل مستريح جدا ومعاه مثلا محفظه ولا حاجه. هتلاقوا ان هو غويط، وفي اخره خالص في مكان شاحن يو اس بي. اما الناحيه الثانيه الناحيه الشمال ما فيهاش درج، هو الدرج على اليمين بس. طب هنلاقي هنا عندنا على اليمين الدايره الكبيره دي الار بي ام بتاع السكوتر، هنلاقي على الشمال هنا السرعه زي ما قلت لكم عداده اخره 180 وبتتجاب سهله جدا. نبدا بقى نشوف الشاشه اللي في النص دي مع بعض. هتلاقوا اول حاجه في النص هنا مكتوب اس مود، زي ما قلت لكم السبورت مود. لما اجي ادوس على الزرار اللي على اليمين قلت لكم عليه كده بقى على المود العادي بتاعه، تمام، دي اول حاجه، مفيش اي مود تاني، هو الاس والتي ده بس. طب هنلاقي فوق خالص هنا الساعه فوق على الشمال، وعلى اليمين هنا لما عندنا ده المقابض، ده السخانات بتاعت المقابض والكرسي، لما بتبقى شغاله الحاجات دي هتنور معاك. هنلاقي هنا على الشمال البنزين نص الدايره دي، والنص الدايره الثانيه دي هتلاقي درجه الحراره بتاعت السكوتر. هنلاقي تحت هنا توتال السكوتر ماشي قد ايه، وتحتيه على طول التريب، تريب فيه تريب 1 وتريب 2، في اتنين تريبس في السكوتر ده. طيب هنشوف زرار المود اللي انا قلت لكم عليه اللي على الشمال اللي ورا ده، هندوس عليه ضغطه كبيره. هنلاقي هنا دخلنا على منيو بقى فيها كل حاجه بتاعت السكوتر، تمام. زي هنا زي ما قلت لكم السخانات بتاعت المقابض، بتاعت الكرسي، تراكشن كنترول، المينتنس بتاعت السكوتر. هنا اتغير من لتر كيلومتر ولا كيلومتر للتر في اللتر. هنا ديسبلاي البرايتنس اللي هو الاضاءه بتاعت الشاشه والساعه، كل حاجه هتلاقيها هنا، تمام. هنرجع هنا باك،
لما نيجي ندوس على نفس الزرار اللي على الشمال اللي ورا اللي انا قلت لكم عليه برضو اللي احنا لسه دايسين عليه طويل، لما نيجي ندوس عليه ضغطه واحده بس خفيفه هنلاقي ان الحاجات اللي في النص دي بتتغير. يعني نفس المنيو تقريبا اللي احنا كنا فيها دي، بس هنا اختصار اسرع، وغير ان هي فيها كمان موضوع السكرين اللي بتطلع وتنزل. طيب هنا هنلاقي اول حاجه دي المقابض، المقبض بتاعنا السخان بتاعه، هنيجي ندوس ضغطه لفوق كده ان هو اشتغل على اقل حاجه، تمام. وبعد كده الثانيه وكده الثالثه، هو ثلاثه ثلاث درجات من الحراره. طبعا اي درجه فيهم لما بتيجي تشتغل بينور معانا فوق هنا ان هي شغاله عشان نبقى اخدين بالنا، تمام. كده قفلتها، هندوس كمان ضغطه على المود، هنلاقي الكرسي بتاعنا السخان بتاع الكرسي نفس الكلام، هو ثلاث درجات ونقدر نقلله ثاني ونقفله. كمان ضغطه، هنيجي بقى هنا هنلاقي ان احنا نقدر نغير الارقام اللي تحت دي، هندوس ضغطه لفوق تلاقي درجه الحراره وتريب 2، كمان ضغطه هنلاقي التوتال بتاع السكوتر، وبعد كده هنرجع هنا تاني. كمان ضغطه في المود هنلاقي بقى السكرين قدامنا، نقدر نعليها وننزلها بضغطه زرار، ضغطه الزرار اللي فوق هتلاقي السكرين بتطلع لفوق معاك، وضغطه الزرار اللي تحت هتلاقيها بتنزل معاك. طيب كده عندنا بقى السكوتر مقفول زي ما احنا شايفين، السكوتر مقفول هنلاقي هنا الزراير بتاعه اللي تفتح الشنطه والتانك تانك البنزين، هنا عندنا الزرارين دول، ده بتاع الكرسي وده بتاع تانك البنزين. زي ما انتم شايفين مش هيفتحوا، تمام، هيفتحوا في حالتين. الحاله الاولى ان انا افتح السكوتر عادي بالزرار ده بس كل حاجه هتشتغل معاه، فانا مش هبقى مثلا مش عايز ان انا افتح الشنطه وكل السكوتر يفتح معاها. ففي الحل الثاني اللي هو الزرار اللي انا قلت لكم عليه ده اللي بيفتح بس تانك البنزين والشنطه معانا، تمام. فهضغط ضغطه واحده عليه زي ما انتم سمعتوا، نيجي نفتح هنا هتلاقي الشنطه معاك اتفتحت، هتيجي تضغط هنا هتلاقي ان تانك البنزين اتفتح. زي ما انتم شايفين المساحه بتاعت الشنطه هنا واسعه جدا جدا، تقدر طبعا تاخد خوذه واحده مستريح جدا، وعليها ممكن كمان خوذه هاف. في لمبه ضاربه على السكوتر على الشنطه من جوه عشان لو انت في حته ضلمه ولا حاجه تبقى شايف بمنتهى الوضوح. ده غير ان الكرسي بتاعنا زي ما انتم شايفين في زي هيدروليك ماسكه بحيث ان انت ما تبقاش سانده وانت بتعمل اللي انت عايزه في الشنطه، يبقى هو مفتوح لوحده. عندنا ده جنب السكوتر، طبعا هتلاقي هنا مكتوب دي اكس، ده الاديشن بتاع السكوتر. لو هنا المكان الركب الخلفي يتفتح ويتقفل بشكل جميل جدا، زي ما انتم شايفين هو تقريبا مش واضح مش باين خالص للناس بحيث ان هو مش مدي منظر بايخ للسكوتر، بس هو سهل جدا ان هو يتفتح ويتقفل. هنلاقي عندنا هنا المكان اللي بتحط عليه رجلك وانت سايق، طبعا المكان ده زي حتى زي كده كروم لون فضي جميل قوي، تقدر تفرد عليه رجلك وانت سايق بحيث ان طبعا لو هتروح مسافات طويله هتسافر بيه. طبعا السكوتر ده من اكتر السكوترات اللي تقدر تسافر بيها، فتقدر تفرد رجلك بمنتهى السهوله والاريحيه. وهنلاقي طبعا دي الحته دي جلد تقدر تشيلها بمنتهى السهوله وتحط واحده تعديل بقى زي دي كروم برضو زيها عشان يبقى ايه نفس الشكل او نفس المنظر. نبدا بقى قياده السكوتر مع بعض، تجربه القياده. زي ما انتم شايفين السكوتر جميل جدا، القعده مريحه، البنزين بتاعه على فكره خفيف جدا جدا فوق ما تتخيلوا. يعني انا دلوقتي بالسبورت مود، البنزين فعلا اقل ضغطه السكوتر بيطلع معايا طالعه جميله قوي. في السواقه بصراحه انا حاسس ان هو خفيف بطريقه لا تتخيلوها، يعني فعلا السكوتر خفيف، يعني انا حاسس ان هو اخف من السكوتر بتاعي. انا ببقى ماشي بجداد 14، ده انا حاسس ان هو اخف منه والله، ده حقيقه. فالسكوتر خفيف جدا، المرايه بتاعته موقعها ممتاز، انا شايف الورايا بمنتهى السهوله حرفيا، انا عيني بحركها يا دوب حاجه ما تذكرش عشان اقدر اشوف اللي ورايا. زي ما انتم شايفين العدادات واضحه بطريقه، طبعا انتم شايفينها يعني العدادات في منتهى الوضوح. فطبعا موضوع ان انا حاطط دلوقتي على سبورت مود بضغطه واحده يقدر يقلب على ايكونومي مود زي ما انتم شايفين المود العادي. طبعا هنا بقى البنزين تحس ان الضغط بتاعه بيقل سنه، لا في فرق الصراحه واضح، يعني ضغط البنزين طبعا الحاجات دي انا بحس بيها في ايدي. فالسبورت مود هرجعه تاني سبورت مود، لا بصوا يا جماعه ما شاء الله ضغطه البنزين بتوديني في حته تانيه خالص. طبعا السكرينه مرفوعه ودي حاجبه عني كم رهيب من الهواء، طبعا يعني النهارده يوم فيه شويه هواء انا مش حاسس باي حاجه طبعا خالص، فالسكرين دي بتحجب حبه محترمين من الهواء. نجرب شويه كده سحبه السكوتر مع بعض حاجه بسيطه، طبعا ما شاء الله شفتوا السحبه بتاعته عامله ازاي، يعني ما شاء الله طبعا
سحبه جميله جدا جدا، والفرامل بتاعته يعني السكوتر بيقف لوحده فعلا، السكوتر مش محتاج خالص ان انا ادوس فرامل، هو بيلم نفسه بنفسه. طبعا الفرامل بتاعته قويه جدا فوق ما تتخيلوا. طيب في الملفات السكوتر ما بتحسش ان هو بيمين بيك، ما دي بقى دي انا ما اعرفش ازاي بصراحه. يعني انا الملفات حتى لو ملف جامد الملف ما بحسش ان انا بميل بيه، هو ما شاء الله عنده ثبات غريب في الملفات، فما بيحسكش خالص انت بتميل. انت ممكن رجلك يعني تلمس الارض وانت بتميل لدرجه ان تلمس الارض وما بتبقاش حاسس ان انت مايل. هو السكوتر ما شاء الله ثباته غريب جدا، فسواء في السرعه سواء في الميلان، الفرامل بتاعته بتتلم بسرعه جدا جدا، البنزين بتاعه يعني اقل ضغطه. انا دلوقتي كده يعني تقريبا مش دايس بنزين، انا السكوتر فيه قوه لسه عايز تطلع رهيبه. رايي بقى عموما في السكوتر، طبعا السكوتر ده من افخم السكوترات اللي ممكن تلاقيها في اي حته في العالم كله، مش بقول كده في مصر بس. طبعا بالنسبه للسعر مش هقدر اقول سعر معين عشان السكوتر ده ملوش سعر ثابت في السوق، ده بلس ان هو موديل زي ما قلت 2018، فهو مش موديل السنه ان انا اقدر اقول عليه سعر ثابت في السوق. طيب زي ما عودنا طبعا ايهاب حبيب هو اللي بيستورد السكوترات دي، تخصصه اكتر في السكوترات الياماها او تي ماكس. طبعا زي ما قلت لكم ايهاب حبيب لو عايزين تشتروا من عنده او يطلب لكم اي حاجه من اوروبا، سكوترات موتوسيكلات اي نوع، ياماها كاوازاكي سوزوكي اي حاجه من الحاجات دي في اوروبا، تقدروا بس تخشوا على البيج تتواصلوا معاهم تطلبوا اللي انتوا عايزينه، حاجه زيرو موديل السنه بالكرتونه بتاعتها، حاجه مستعمله، ده حاجه انت وذوقك انت ورايك، راي العميل ده طبعا اهم حاجه بالنسبه لايهاب حبيب. طيب عندنا مثلا السكوتر ده زي ما قلت فهو 2018، السكوتر ده جه مصر بالكرتونه بتاعته، ايهاب حبيب استورده بالكرتونه بتاعته وفتحه هنا في المينا. طيب وده كده كان الريفيو كامل عن سكوتر ياماها تي ماكس 2018 دي اكس. لو حد عنده اي اسئله اكتبها في الكومنتات، برد على الكومنتات كلها. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.